أرخص تجميع ألعاب جديدة ممكن تشتريها دلوقتي. استنى، لا أكيد مش دي. التجميع اللي أنا أقولك عليها دلوقتي دي جربتها على أغلب الألعاب الجديدة وشغالة كويس على ريزولوشن فول اتش دي وإعدادات متوسطة لقليلة. التجميع بتيجي ببروسيسور رايزن 5 4650 جي، وده اي بي يو كويس لتشغيل الألعاب على إعدادات قليلة ويكفيك لحد ما تحوش وتجيب كارت شاشة. المذر بورد اللي حطيناه في التجميع هي اي 320، ودي بوردة قليلة وبتحتاج تحديث بايوس عشان تشغل البروسيسور ده، بس عشان نوفر في الميزانية. طبعا البوردة دي بتيجي بسوكت اي ام 4 فتقدر تغير البروسيسور بعد كده وتحدث لحاجة أعلى. وطبعا كان لازم رامات 16 جيجا لأن ده المينيموم للألعاب دلوقتي وعلشان تقدر تحدث في المستقبل، وكمان الاي بي يو هيحتاج حوالي 2 جيجا من مساحة الرام دي. تجميع زي دي سعرها دلوقتي عامل 9500 جنيه تقريبا لو حطيتها في كيس كومبو بباور 600 واط. وانا كنت عامل فيديو كامل عندي على الشانل عن التجميع دي، هسيبه لك هنا علشان لو حابب تعرف تفاصيل اكتر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وفولو ولايك.